مساء الخير. كلمة enemy في اللغة الإنجليزية معناها عدو، وكلمة friend معناها صديق. لما بيتم دمج الكلمتين مع بعض بتطلع لنا كلمة جديدة ومفهوم جديد، وهو frenemy، الصديق العدو. والصديق العدو مدخل مهم جدا في فهم العلاقات الدولية الملتبسة. في السياسة عندنا علاقات متميزة وواضحة، علاقات التحالفات والعداوات، وعندنا في التاريخ الحديث وفي التاريخ القديم أمثلة كثيرة جدا على التحالفات، زي التحالف الحالي مثلا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا. وعندنا أمثلة على عداوات واضحة أيضا، زي العلاقة ما بين السعودية وإيران، أو ما بين الهند وباكستان، أرمينيا وأذربيجان إلى آخره. إنما علاقة الصديق العدو هي علاقة محيرة جدا، لأن طرفي العلاقة بيقوموا بدور الصديق والعدو في نفس الوقت، وزعماء هذه الدول بيتحاربوا ليلا ويتصافحون نهارا، وكأنهم رافعين شعار فلنتعاون فيما اتفقنا فيه، وليقاتل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قبل ما أقول لحضراتكم أسباب هذه الظاهرة العجيبة، أديكم مثال يوضح الفكرة. علاقة الأمريكان بباكستان دي علاقة صداقة ولا علاقة عداوة؟ من بعض الجوانب تقدر تعتبرها علاقة تحالف، ومن جوانب أخرى تقدر تقول عليها علاقة عداوة. بالمناسبة أكثر من 3/4 الباكستانيين، يعني حوالي 75% من باكستان وفقا لمؤسسة بيو في استطلاعات الرأي، بيعتبروا الأمريكان أعداء، و10% فقط من الأمريكان بيثقوا في باكستان، يعني علاقة عداء واضحة. أقدر ألخص لكم التناقض بين البلدين في عبارات قليلة. الولايات المتحدة بتدعم باكستان، لكن باكستان بتدعم طالبان، وطالبان تقتل الجنود الأمريكان على الأراضي الأفغانية من سنة 2001. يعني كأن باكستان الحليف الأمريكي بيقتل الجنود الأمريكان. في باحثين أمريكيين اهتموا بهذه الظاهرة العجيبة، هو دافيد وجوناثان، والاثنين دول كتبوا كتاب مهم اسمه Allies وAdversaries وAnimes، أي الحلفاء والخصوم والأعداء. وفكرة الكتاب واضحة وبسيطة، بيقولوا إنه العلاقات الدولية كانت مستقرة على مر قرون من الزمان أو من فجر التاريخ، على إن الدول بتاخد الأشكال الثلاثة دول، يا إما حليف يا إما خصم يا إما عدو. الحليف معروف، دولتين بيتحالفوا مع بعض من أجل تحقيق هدف مشترك، زي خوض مواجهة عسكرية مع طرف آخر. والخصم دولتين بينهم تناقضات وتضارب في المصالح، لكن هناك مساحة مشتركة للتفاوض وللحلول الوسط. العداء دولتين بينهم تضارب كبير في المصالح، لكن دون وجود أي مساحة للتفاوض أو الحلول الوسط، وبالتالي كل دولة بتسعى لتدمير الدولة الأخرى. الكتاب بيقول إن الجديد بقى في السنوات الأخيرة، إن بقت دول كثيرة بتجمع الثلاثة مع بعض، يعني أن تكون حليف وخصم وعدو تجاه دولة أخرى وفي نفس الوقت. لو طبقنا هذا المفهوم أو هذا التصور من الباحثين الأمريكيين على العلاقة بتاعت باكستان وأمريكا، هنجدها يعني واضحة جداً. باكستان تصرفت كحليف مع الولايات المتحدة لما تعاونت معها في حربها على القاعدة وعلى جماعات أخرى اتهمتها الولايات المتحدة بعدة أحداث استهدفتها أو تفجيرات استهدفت مصالحها، كان أكبرهم 11 سبتمبر. وباكستان اللي هي موقعها مهم جدا للولايات المتحدة باعتبارها ممر ما بين المحيط الهندي وبحر العرب وأسيا الوسطى كلها، وأنسب مكان تدخل منه الولايات المتحدة إلى أفغانستان الدولة الحبيسة هي باكستان، وبالتالي باكستان تصرفت كحليف، وتصرفت كحليف أكثر حين أمدت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية مهمة في حربها على هذه الجماعات، لكنها أيضا تصرفت كخصم أو adversary لما آوت بعضا من قيادات هذه الجماعات على أراضيها، وعلى رأسهم أسامة بن لادن. حين اغتالت الولايات المتحدة أسامة بن لادن في 2011، اغتالته على الأراضي الباكستانية،
ولم تخطر الولايات المتحدة باكستان بهذه العملية لأنها لا تثق في حلفها اللي هو باكستان. والأمر ده أدى لتوتر العلاقة بين البلدين مؤقتا في 2011، ثم تصرف البلدان كعدوين لما باكستان، رغم أن في الولايات المتحدة دعمت طالبان في حربها ضد القوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية وقتلت جنودا أمريكان. ليه بتعمل كده باكستان والولايات المتحدة؟ قصة طويلة جدا ترجع جذورها لتفاصيل الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والحرب الساخنة ما بين باكستان وما بين الهند، لكن خلاصتها المصالح. باكستان محتاجة الولايات المتحدة، لكنها تحتاج أيضا إلى طالبان، وعملية التضارب في المصالح والأولويات هي اللي بتخلق هذه العلاقة المعقدة. هل هذا النوع من العلاقة قصرا على باكستان والأمريكان؟ أبدا، ده تقريبا أصبح هو القاعدة. هل هو جديد؟ لا أبدا، موجود منذ فجر التاريخ، واللي بيدرس العلاقات الدولية يلاقي حالات كثيرة جدا تحالف فيها خصمان أو عدوان بشكل عجيب. ومثلا كمثال يعني في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 كان عندنا الفرانكو راشن ألاينس أو التحالف الفرنسي الروسي، وده كان تحالف وقتها تحالف غريب لأن بين البلدين لم يكن هناك يعني مساحات ود كثيرة، ما كانش فيه يعني ود كثير بين البلدين. روسيا كانت زعيمة العالم الأرثوذكسي، فرنسا زعيمة المسيحية الكاثوليكية، وفرنسا دعمت الإمبراطورية العثمانية في بعض مواجهتها مع الإمبراطورية الروسية، لكن البلدين قرر أن يتحالف ضد الخطر الألماني وقتها. طب ما الإيه الجديد؟ الجديد إنه هذا النوع من العلاقة كان فيما مضى من التاريخ حالات معزولة قليلة بيتوقف عندها دارس التاريخ أو العلاقات الدولية ويدرسوها كأمثلة عجيبة غريبة. أما الآن فقد أصبح هذا النوع من العلاقة الصديق العدو هو السائد في العلاقات الدولية. ولو وضعت أمامك خريطة العلاقات الدولية هتجد أنه تقريبا تقدر تصف معظم العلاقات السائدة بين الدول الآن بأنها علاقة صديق عدو. وخذ أمثلة لا تقع تحت حصر، خذ مثال مثلا الصين بروسيا، بلدين متحالفين في كثير من الساحات ومتوافقين في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبينهم علاقة تحالف في مجال الطاقة وفي مجال السلاح إلى آخره. لكن تجد من الغريب جدا أن روسيا مثلا اللي بتحتاط طوال الوقت لمواجهة محتملة مع الصين بحكم التاريخ الملتبس أيضا بينهم، تدعم الصين في مطالبها في بحر الصين الجنوبي، وفي نفس الوقت تبيع السلاح إلى فيتنام اللي بتشتري استعدادا لمواجهة محتملة مع الصين. شوفوا علاقة اليابان بكوريا الجنوبية، دول علاقة محيرة جدا، ما تعرفش دول أصدقاء ولا أعداء. بينهم كل ما يدعو إلى التحالف، معاهدة سلام موجودة في الستينات، اعتذارات قدمت من اليابان على فظائعها أثناء الاحتلال لشبه الجزيرة الكورية، تعويضات دفعت. الاثنين حلفاء مع الولايات المتحدة، الاثنين بينهم أعداء مشتركين، كوريا الشمالية، الصين، روسيا. إنما في نفس الوقت بينهم ما يصنع الحداد، والكراهية بتجري في شرايين الكوريين تجاه اليابانيين وبالعكس، وبينهم خلافات حدودية وتوتر في العلاقة، فما تعرفش دول أصدقاء ولا أعداء. هم في الحقيقة فرنمي، أصدقاء وأعداء. طب إذا كانت المسألة، الأمثلة كتيرة بالمناسبة، يعني إحنا عندنا مثلا في المنطقة، ما هي علاقة المغرب بالجزائر دي علاقة إيه؟ دي علاقة فرنمي، صديق العدو، ممكن تكلمنا عنها قبل كده وممكن نتكلم عنها كتير. علاقة تركيا بمصر ايه؟ دي بلدين، البلدين خفضوا العلاقات الدبلوماسية وفي حرب كلامية وحرب سياسية، ويكادوا يكونوا على وشك الصدام العسكري في البحر المتوسط، ومع ذلك العلاقات التجارية لم تتوقف أبدا بين البلدين وفي أحسن حالتها. العلاقة بين إيران والإمارات هي علاقة إيه؟ ما دي علاقة فرنمي، الصديق العدو. الحقيقة الأمثلة كتيرة. بالمناسبة السعودية
الولايات المتحدة بتدرس على أنها مثال لعلاقة الصديق العدو زي علاقة باكستان والولايات المتحدة. أمثلة كتيرة وكل واحد ليه خصوصيتها، ولكن اختصارا، إيه اللي خلى هذه الظاهرة تتعاظم في السنوات الأخيرة؟ الإجابة المختصرة هي المصالح. بس المصالح طول عمرها موجودة. اللي جد في المسألة هو وجود، في ظل وجود العولمة وانفتاح العالم على بعضه، بقى في حالة اعتماد متبادل كبيرة جدا بين الدول، بحيث ان كل دولة بتحتاج الى الدولة الاخرى اكتر من اي وقت مضى. وبالتالي لما بيحصل خلاف، الدول دي حفاظا على مصالحها بتفضل انها تحصر الخلاف في ملف ما وتتعاون في الملفات الاخرى. وعلى سبيل المثال، مثلا احنا عندنا العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة. الصين والولايات المتحدة دول بيتصرفوا كلاهما يتمنى إزاحة الآخر من صدارة العالم، وبيتصرفوا كخصوم وكأعداء وكحلفاء أيضا. هما كحلفاء أكيد حلفاء، لأن دولتين دول حجم التعامل بينهم تجاريا في وفقا لأرقام 2018 تجاوز 700 مليار دولار، يعني تقريبا قد حجم الاقتصاد السعودي اللي هو أكبر اقتصاد في العالم العربي. وبينهم اعتماد كبير جدا في العلاقة بينهم وبين بعضهم البعض. رجال الأعمال الأمريكان بيصنعوا ثرواتهم في الصين، والطلاب الصينيين بيدرسوا العلم في الولايات المتحدة، وكثير من الصناعات الأمريكية المعقدة بتقوم على الرير إيرث أو العناصر النادرة اللي بتبيعها الصين إلى الشركات الأمريكية. فهم حلفاء، لكن في نفس الوقت بيتصرفوا كخصوم، بيتنافسوا في الأرض والفضاء والبحار كما أوضحنا في ملفات كثيرة. وهذا التنافس بيصل إلى حد العداء في جبهات محددة زي بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وهناك حلقات سابقة تشرح هذا العداء. في المنطقة أشهر يعني دولتين أجنبيتين بينشطا في المنطقة العربية الآن هي روسيا وتركيا. تاريخيا البلدين دول كانوا دايما إما خصوم أو أعداء، لأنه بحكم الجغرافيا وبحكم الثقافة البلدين دول ما كانوش متوافقين أبدا. الجغرافيا أنا شرحتها لحضراتكم قبل كده، تركيا بتسيطر على كل المعابر أو المضايق المائية اللي كانت بتتمناها روسيا وبتسعى للحصول عليها، البسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وغيرها والبحر الأحمر إلى آخره. وثقافيا تركيا دي كانت زعيمة العالم الإسلامي كإمبراطورية عثمانية، فيما كانت الروس دول زعيمة العالم المسيحي الأرثوذكسي. والتاريخ عبر عن هذا الخلاف، وشهد البلدين خاض 12 حربا كبيرة كإمبراطوريتين. في التاريخ الحديث ظلوا خصوما أو أعداء، وأضافوا في السنوات الأخيرة أو خلفاء. لما تشوف البلدين مع بعض بيتصرفوا كحلفاء، لأنه البلدين دول الأتراك طلبوا شراء منظومة الصواريخ S-400 باعتها لهم روسيا، طلبت محطة طاقة نووية روسيا بتبني ليهم هذه المحطة، أنابيب الغاز الروسية بتأتي إلى الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، وبتسعى الآن روسيا إلى شراء سخوي 35 أيضا المقاتلة الروسية المتقدمة. فعندنا حالة تعاون، لكن عندنا أيضا حالة خصومة وتنافس على أكثر من ملف، أشهرها ملف الإسلام السياسي. وإذا شفنا كده كتير من الساحات العربية هنجد أنه الروس دعموا في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما دعم الأتراك خصومه من جماعة الإخوان المسلمين. الروس دعموا الرئيس بشار الأسد، فيما دعم الأتراك خصومه ومعظمهم من جماعات الإسلام السياسي أيضا الموجودون في سوريا. الروس دعموا خليفة حفتر، فيما دعم الأتراك حكومة الوفاق ومعظم مؤيديها من جماعات الإسلام السياسي أيضا. هذه الخصومة بتتحول إلى ساحات ساخنة من العداء، كما يحدث الآن في إدلب، حيث يحاصر الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي حلفاء تركيا في إدلب، وبيقوم
ده مش بس كده، مش بيحاصر بس حلفائه، ده بيحاصر بعض النقاط المراقبة أو النقاط العسكرية التركية في إدلب، وللمرة الثانية خلال هذا العام. والبلدين مشتبكين في حرب بالوكالة كما قلت لحضراتكم في حلقة سابقة على الأراضي الليبية. هذا المفهوم اللي هو علاقة الصديق العدو أو الفرنمي يقدر بقى يساعدنا في فهم ملفات كثيرة جدا، منها ملف العلاقات الخليجية بإسرائيل أو السعودية بإسرائيل، يقدر يساعدنا في فهم علاقة الإمارات بإيران، يقدر يساعدنا في فهم العلاقات المصرية السودانية في ظل حكم الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، يقدر الحقيقة يساعدنا في فهم ملفات كثيرة بتقوم على التناقض الكبير جدا. التناقض من وجهة نظر من يرصد العلاقة، لكن الاتساق لو حكمنا المصالح والمصالح وحدها. نفس الفكرة دي هي الفكرة اللي عبر عنها السياسي البريطاني الشهير بالمستون، اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا في منتصف القرن ال19، لما قال أن بريطانيا ليس لها أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين، وإنما مصالح دائمة. نفس الفكرة دي اللي رددها وينستون تشرشل فيما بعد، وردد لها هنري كيسنجر فيما بعد، ليس لأنهم أرادوا سرقة ما قاله بالمستون، ولكن لأن دي فكرة أصيلة في السياسات البريطانية والأمريكية وفي علاقات كثيرة من قوى العالم. رحم الله أبي الطيب المتنبي اللي لخص كل ما قلت ده في بيت شعر واحد عبقري، هو: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى له عدوا ما من صداقته بد. أشكركم وإلى اللقاء.